السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي المشاهدين الأعزاء، وقناتكم إبراهيم للعقارة كلاس. اليوم تنقترح عليكم عقار من الفئة المتوسطة اللي تتواجد في منزل اللي تتكون نسفلي أربعة الطوابق. عمارة كما شفنا اللي تتوفر لنا على الأسانسور وعلى السوسول بالنسبة للسيارات. على بركة الله كما شفنا تندخلو مباشرة تلقاو هكا وسط الدار. شقة للذكر فإن تتبع بالأثاث نتاع، الأثاث نتاع مازال كامل جديد غير مستعمل. شقة نتاع واحد السيدة اللي مقيمة على برا. الشقة كما تنشوفو الأثاث نتاعها راه كامل مازال جديد. الشقة تتباع كما تتشوفوها هكا. الشقة فيها صالون حنا تنتواجدو فيه حاليا. الشقة تقريبا عندها الإطلالة كاملة على الشارع، واجهة اللي هي مشمشة بالنسبة للناس اللي تتقلب على الشمس. صالون كما شفنا هنا عندنا هاد صالامونجي. عندنا هنا الغرفة نتاع الكلاس كما ذكرت. أن الشقة راه تتباع بالأثاث نتاعها هكا كامل، لاكليم بالتلفازة. الثمن تاع الشقة جد مناسب وجد مغري بالنسبة للناس اللي عندهم أهمية بهذا العقار هذا، فيتصلوا بنا في أقرب وقت، لأنه عقار اللي ممتاز ماديش ياخذ واحد الوقت اللي هو طويل في البيع. خاصة الثمن المناسب راه تقريبا بحال تتشري الشقة والأثاث تقريبا راه كامل، تقريبا غادي تقام عليك فابور. تنشوفو كلشي مازال جديد كما ذكرت لكم. السيد راه عاد مؤخرا لأثاث الشقة نتاعها كما ذكرنا، مقيمة في ديار المهجر. حطات هاد العقار هذا للبيع كما تنشوفو. حتى لي بلاكا راه مازالين كما تركو، مازالين جداد، ما عمرهم تستعملو عمرهم خدمو. تتمشي بحال هكا بالثلاجة نتاعها، بالماكينة نتاع الصابون، بالبوطة، بالفران كما تنقولو. جيب صاكك ودخل السكن. عندنا هنا الغرفة رقم جوج اللي هي هادي. غرفة مثلا نتاع الوليدات ولا تيبقى على حسب الاختيار نتاع كل واحد. فيها هكا البلاكار نتاعها. المساحة الإجمالية نتاع العقار نتاع اليوم هو 80 متر. التيتر غادي تكون المساحة اللي قل من المساحة الإجمالية، تكون تقريبا في التيتر 74 متر تقريبا. مغاديش تنزل هاد المساحة ديال 70 متر بالنسبة للتيتر. كما شفنا ذكرنا صالون، الغرفة نتاع الوليدات ولا الغرفة الرئيسية نتاع الوالدين نتاع النوم، الغرفة الثانية مطبخ. كما ذكرنا راه كل حاجة تنشوفوها في هذا الفيديو هذا هادي داخلة في الثمن تاع البيع. الثمن تاع البيع هو 39 مليون، قابل شيئا ما للنقاش. بالنسبة للناس اللي بغا يقتني الشقة فارغة تتبقى بالثمن تاع 35 مليون. تيبقى لنا هكا على الدخلة، غادي نلقاو هذا هنايا الباب نتاع الفساد اللي دخلنا منو.
بالنسبه ليا ما تنفضلش انني اللي تيكون التصوير نتاع اي شقه، ما تنفضلش نبدا بالحمامات. دابا شفت لي شوم تالتالي كاين طواليت بويره جزاك الله، كاين حمام اللي هو هذا، كاين البلاصه نتاع الرشاش نتاعو مقصوره بالالومنيوم. فمجموعه نتاع التعديلات اللي زادتو السيده في هاد الشقه هذه، فنتمنوا ان الشقه نتاع اليوم تكون نالت الاعجاب نتاعكم والرضا نتاعكم. فالسباك هو الذي نال هذا العرض هذا ثمن كما ذكرت 39 مليون قابل شيئا من النقاش، 35 مليون شقه فارغه بدون اتات وقابله شيئا ما للنقاش. المطبخ كما شفناه بالبالكون تاعو راه فيه الالومنيوم على الواجهه، الغرفه الثانيه حتى هي على الواجهه، والصالون على الواجهه. غرفه واحده فقط هي اللي عندنا الداخل اللي تتشوف لاكور، وكور اللي هو تقريبا خاص بهاد الغرفه هذه، ما فيهش نوافذ اللي هما بزاف. وصلنا لنهاية الفيديو، تنشكركم على الوفاء نتاعكم، والى شقة اخرى وعقار اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.